أن تعتبر مفهوما أطول للطالب، فربما كان تعريف الطالب محدودا بعمر معين بسن معينة، ولكننا الآن في عصر التعلم الأبدي، وكلنا قد أتى طلبة وسنكتفي بطلبة، ولذلك يجب أن تستهدفوا ليس فقط الموجودون في مؤسسات التعليم، وإنما يجب أن تستهدفونا نحن، لا زلنا نتعلم وسنظل نتعلم إلى آخر العمر، فربما نكون أعضاء من هذا الاتحاد، وهذه ملاحظة أردت أن أساعدكم بها. الحقيقة لا أريد أن أبدي هذه الكلمة قبل أن أشكر الهيئة المنظمة لهذا الحفل،